أن نروح ذا شو استوظن الإمام الشافعي باش يخدم نتاع علم الأصول. لن تربع الأسباب بسرعة. السبب الأول تشبعه بثروة علمية عظيمة روافدها ما خلفه الصحابة والتابعون من علم وفقه مثل الإمام مالك عالم المدينة وغيره. صافي الإمام الشافعي يورثد ثم سنين ماشي تسمورث ماشي تزمورث ماشي تركة النظام لسان مدن يورثد ثم سنين والسنين شهوده المناظرات التي تقع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث. مدرسة أهل الحديث مقرها في مدينة المنورة، مدرسة أهل الرأي مقرها في العراق. يحضر المناقشات. سبب ثلاثة: ضعف اللسان العربي بعد اختلاط العربي بالعجم. تعرف تنقص، اسمي خلفان الفتوحات وكذا، خلطنا عربي وكل العجم تعرف تنقص تعرف. هي صافي غالن في سفن صعوبة في استنباط الأحكام. وقي السبب الثالث، السبب الرابع بروز مسائل جديدة ما ذكرنا قبل حين في نوازل جديدة تحتاج إلى نظر. هذه من أهم الأسباب التي تنفعت الإمام الشافعي باش يقعد قواعد علم الأصول.